تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجير مانشستر إيرينا الذي قتل خلاله 22 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح. وأكد التنظيم أن أحد أتباعه نفذ التفجير باستعمال عبوات ناسفة. وفي وقت سابق أفادت الشرطة البريطانية بأن دوافع الهجوم إرهابية وأن منفذ العملية قتل والبحث جار عن شركاء محتملين له. أعادت الشرطة البريطانية فتح مركز أرندل التجاري الشهير في مانشستر بعد أن أغلقته في وقت سابق إثر سماع دو انفجار وصف بالهائل. وقال شهود عيان إن العشرات يركضون من مركز أرندل التجاري بعد أن طلبت الشرطة ذلك. وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز للتسوق. إلى ذلك، أعادت الشرطة البريطانية فتح محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها بعد أن أغلقتها في وقت سابق اليوم بسبب وجود عبوة مريبة. وقال متحدث باسم شرطة لندن إنه تبين الآن سلامة العبوة المريبة التي جرى الإبلاغ عنها في محطة فيكتوريا كوتش. انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق السوري وأسفرت عن وقوع إصابات لم تعرف حصيلتها بعد. وتناقلت وسائل إعلام بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند مدخل حاجز المستقبل من جهة طريق المطار في منطقة السيدة زينب. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش أن قرابة 120 ألف نازح من مدينة الموصل عادوا إلى منازلهم في الأحياء المحررة من احتلال داعش. وقال كوبيتش إنه منذ بداية العملية العسكرية لتحرير الموصل ترك 700 ألف شخص منازلهم وتمكن نحو خمس النازحين من العودة، في حين ما يزال نحو 200 ألف عراقي في الأحياء الخاضعة لاحتلال داعش. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها بدأت بتنفيذ عملية أمنية في قرية الدراز بهدف حفظ النظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين. وأوضحت الوزارة أن التدخل الأمني جاء لفرض الأمن بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية. قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق مقذوفات باتجاه كوريا الشمالية. وقال جيش كوريا الجنوبية إنه أطلق 90 طلقة من طلقات الأسلحة الآلية باتجاه كوريا الشمالية. وتأتي هذه المعلومات وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية اختبارات صاروخية جديدة لبيونغ يانغ. نهاية الموجز، في أمان الله.